تصريحات مهمة لمحمد الضماطي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، وده الفرق. يعني شوف أنت، نادي مكبر بالديون ويعاني وبيدور على أي موارد مالية وبيستلف، وفي نفس الوقت عنده ديون كثيرة جدا. يعني هم طبعا بيخافوا يقولوا الأرقام اللي عليهم، وبيخافوا من أنهم يتكلموا في هذا الملف حقيقة، ولكن النادي مكبل بالديون وأموره صعبة للغاية. في المقابل النهاردة بص على نفس القناة، على ذات القناة اون تايم سبورت، تحدث محمد الأتربي بيشحت مش لاقي فلوس. بعديه تحدث محمد الضماطي بتصريحات قال فيها ايه؟ الأهلي يتطلع للفوز بكأس العالم للأندية يوما ما، ولدينا من الإمكانيات المالية ما يجعلنا الأول على الدوام والأقوى ومن ضمن الأقوى على مستوى العالم. يعني أنا بقول كده ليه؟ مش عايز يضحك عليك حد اللي بترضيك على الفاضي. ما تخليش الناس تنصب عليك، ما تخليش ودانك تبقى وسيلة لأنها تخلي من اللي ملهمش لازمة قيمة. خليك عندك وعي. اللي يقول لك تصريح ويضحك عليك قول له ليه وازاي. خلي عندك مصداقية مع نفسك. لكن للأسف انت متاخد كوبري علشان خاطر تخلي ناس نجوم وهي ما تسويش الا انها تكون في غيابات القبور ملهمش اي لازمة. تصريحين، محمد الأتربي يتحدث عن صندوق يشحت بيه و70 مليون جنيه سلف و600 مليون جنيه ديون وأزمات ومرار وحواديت، والفلوس هي لغة العصر والإمكانيات المالية هي التي تذهب بك إلى البطولات. بعديه هذا نائب رئيس نادي الزمالك، بعديه محمد الضماطي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، حلم الأهلي هو الفوز بكأس العالم للأندية يوما ما ونعمل لذلك. نواجه سوء حظ بعدم مواجهة بالمار بالمراس في نصف نهائي النسخة الماضية، وكان من الممكن أن نكون في النهائي لولا أننا اصطدمنا ببايرن ميونخ. طب يا عم محمد يا ضماطي، عندكم من الإمكانيات أن عندنا ونخطط لذلك، لأن ده يعني أن احنا عندنا بلان ومال وفكر ورؤية وفلوس نجيب بها لعيبة ونوفر كل ما هو من شأنه أن نصل إلى منصة التتويج ونفوز بكأس العالم للأندية يوما ما. بس يبقى ده لما يصرح ده تلاقي المعلن بيسمع الراجل ده فيجيله بالإعلانات يلهس. لما يسمع محمد الأتربي لو معاه عقد إعلانات هيلف من الشارع التاني ويطلع على الجزيرة. مع احترامي لمحمد بن أتربي، يعني النهاردة وأنا بستغرب محمد بن أتريبي رجل بنكير كبير كلامه يفضح الزمالك ويصل به إلى حد الإفلاس. يا أخي حتى لو عندك ده داري علشان تقدر تسوق. أنا لو راجل معلن وسمعت محمد الأتريبي يا عم ألف من الشارع التاني، لو سمعت محمد الضماطي قالوا يا جماعة هو مين ماسك التسويق في الأهلي، أنا عايز أعمل عقد مع الأهلي. في عالم التسويق التصريحات مهمة، ضبط التصريحات مهم. يا أخي حتى اتكلم بشكل، نحن إدارة جديدة نقوم بسداد الديون بشكل منتظم، عندنا فكر سيدخل ملايين، نسعى إلى الاستقرار المالي في النادي، عندنا أفكار لن نتحدث فيها أمام الإعلام، نفكر في جدية في إن احنا نعمل كذا. حتى لو اتكلمت عن القرض قلت قول ان هو عبارة عن روشتة عاجلة، لكن السبعين مليون عندنا 200-300 مليون هنسدد القرض ونعمل 1-2-3. لكن طالع تشحت وانت رئيس مجلس ادارة بنك مصر، يبقى اللي بيتكلم بلا وعي يعمل اللي هو عايزه. يعني فعلا محمد الأتربي اعتقد انه لم يكن يعي ماذا يقول. ويصادف محمد الضماطي يطلع بعديه على نفس الشاشة، ولكن الفرق شاسع وكبير.